بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض المشروب الراعي الرسمي للشتاء، يلا بينا نشوف هو إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحلبة، حلبة المغات المحوجة زي ما تقولي عليها، عندك بيقولوا عليها في بلدك ايه، احنا بنقول عليها الحلبة او الحلبة المحوجة او حلبة المغات، اي واحدة من الاتنين اسمها. انا عملت البودرة بتاعتها هقولك عليها واحنا شغالين، وهقولك على طريقة تسويتي ليها، بنسويها ازاي عشان نشربها او ناكلها. انا هنا بجيب الحلبة بغسلها وانضفها واطحنها، واحط معاها معلقة النشا ومعلقة كراوية ومعلقة ينسون ومعلقة محلب، بس دول اللي بستعمل. وبعدين بحط بعد كده المكسرات بتاعتي علشان ما الريحه بتاعتها ما تغيرش وهي مقفوله عليها في البطرمان. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي نسويها. هجيب معلقه، معلقه سمنه حلوه كده، سمنه بلدي معلقه كبيره حلوه على كوبايتين، وهقلب فيها الحلبه بتاعتي. كمان عايزه انبه لحاجه، الناس ما بتحبهاش عشان ريحتها، التحويجه بالحاجه اللي احنا عاملينها دي مش بتخلي لها ريحه ابدا. هنحمرها بمعلقه سمنه حلوه كده، وانا بحب احط لها بدل الميه حليب، كل واحد وحسب ما هو بيحبها طعمها ازاي. هنبه تاني لحاجه، ريحتها ما بتبقاش وحشه زي الحلبه العاديه، كمان التحويجه اللي احنا عاملينها حلوه جدا وعلى مسؤوليتي، هتعجبك جدا. وطبعا احنا بنشتريها من عند العطار بمبلغ وقدر، انتي عاملاها في البيت كلها مش هتبقى سعرها غالي عليكي. والمكسرات هتحطيها بعد ما تسويها كويس يعني كده هو اثناء وهنحليها بالطريقه اللي تعجبنا، بالكميه السكر او عسل زي ما انتي حابه، بس احنا بنحط لها سكر. ودي المكسرات اللي عندك، سوداني عندك، سمسم عندك، زبيب عندك، جوز هند، بتبقى طعمها حلو بكل حاجة، بأي حاجة بتبقى طعمها حلو، هي لوحدها لحالها كده على الحاجات اللي فيها بتبقى طعمة. هقولك تاني تحويجتها هتكون معاكي ايه. تحويجة الحلبة بتاعتنا بتكون حلبة مطحونة، هجيب الحلبة اغسلها كويس واطحنها، واخد لها معلقتين نشا على يعني كمية تقول في قيمة كوباية كده، ومعلقة كراوية ومعلقة ينسون معلقة محلب اصغر شوية من الكراوية واليانسون، ودول هحطهم كلهم بعد ما يتحمصوا. طبعا البهارات دي هتحمصيها مع الحلبة، هناخدها نغسلها وننشفها ونحمصها، بعد ما احمصها احطها في علبة وازيد عليها النشا والمحلب واقفل عليها واخد منها بالطلب. وباقي الحلبة بتاعتي اللي انا جايباها، انا بجيب بالكيلو، باقي الحلبة بخليها صحية لحالها كده، حب بدون مطحنة، دي بتقعد من السنة للسنة عندنا. ساعة التقديم بحط فيها البهارات المكسرات، علشان لو حطيت المكسرات معاها وانتي عينها من السنة للسنة ريحتها بتغير. ودي احلى حلبة تعمليها في البيت، ومكوناتها بسيطة وسعرها بيبقى غالي جدا عند العطار. ودي شكل الحلبة بتاعتنا، جميلة طعمها حلو واحلى بكتير خالص من ان انت بتجيبيها من عند العطار، وريحتها جميله ما فيهاش ريحه شديده زي الحلبه الحب اللي هي مش مطحونه يعني، وانت حاطه لها الحاجات اللي انت بتحبي ريحتها فيها اللي بتميزها يعني. واللي بيميز الحلبه اللي بنعملها في البيت معلقه المحلب والكركم اللي بنحطه لها، بتبقى بيديها طعم وريحه يعني. بتحطي معلقه كركم معاها، هو اللي بيديها اللون الاصفر ده، والمحلب بيديها ريحه حلوه خالص. وطبعا الحاجات اللي انت بتجمعيها في البيت وبتعمليها على ايدك في البيت بتبقي وزنها جامد غير ما بتبقي جايبها من السوق. وطبعا الشتاء بيبقى حلو فيه السحلب والحلبه والحاجات اللي بتدفي وتدي كمية من السعرات الحرارية.
ده لو حابين ناكله بمعلقة كده، بنزود الكمية ونتخنها شوية وناكلها بالمعلقة. وعملنا مع بعض النهاردة أحلى محوجة، هتعمليها في البيت على إيدك بكل حاجتها اللي انتي حابة تحطيها فيها وبتستطعميها معاها. ونقول عيارتها تاني زي ما بنقول الحلبة، ناخدها نغسلها وننقعها وننضفها من الغبرة والتراب والحاجة اللي فيها، ونحط فيها كروية معلقة وينسون معلقة ومعلقة كركم ومعلقة محلب، ونحمصهم على النار كويس ونطحنهم في الخلاط ونسيبهم في برطمان ناخد منهم بالطلب. ما تحطيش فيها المكسرات الا لما تيجي تعمليها على النار علشان ريحتها ما تغيرش. كانت معاكي النهارده قناه نانا وسمسمه، قدمنا مع بعض النهارده المحوجه او الحلبه المغات، حلبه المغات او الحلبه زي ما انت حابه. وان عجبك الفيديو اشتركي وفعلي الجرس ولايك عشان يوصلك جديد نانا وسمسمه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.